يا اكيد اكيد يلا لكن مثل ما قلنا هالبنود اللي بنحكي فيها بدنا نعمل فيها اجتماع ونروح فيها لعند متشوان شو فايتين سوا؟ فايتين نغسل ايدينا؟ بدنا نحكي شوية شغل كمان شغل؟ شو هالشغل لما بينطر لبكره؟ في مشكلة؟ لا لا هني نقاط ما عم نقدر نخلصها لا وفي نسوان كتير فوق بتعرف يعني بلا 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 تريد شي؟ شفت؟ شفت نظرة الشك اللي بعيون فارس؟ شفت؟ شفت شفت؟ شفت؟ طلعت شو عم تعمل؟ عم طلع أصوات مشان إذا إجا فارس ووقف ورا الباب ما يسمع شي. فارس موتر وأنا معصب، خطبة أمي يعني بتعرف قد إيه معصب؟ يلا قل لي خلصني بقى. طيب طيب رح أقول لك هذا لسيدي عايدة. شو عم تعمل؟ صوتك عندي صوتك ما عم بسمع ايه خلاص خلاص طيب 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 خلاص راح يدلك تعنت لي احكي بقى عايدة متجوزة من واحد كتير غني اسمه وحيد وحيد كان عم بيخونها مع واحدة تانية اسمها فاتيا وبيوم من الايام وهو رايح لعند عشيته بتقله عايدة وبتقله انا عرفت انك عم بتخوني وبتعلق بيناتهم مشكلة كتير كبيرة هو بقول لها خلاص خلاص بقى حلي حني انا ما عاد بدي اياك بسكر الخط بوشها وبكفي طريقه لعند عشيقته وتاني يوم وحيد وفاديا بيختفوا وما حدا بيعرف عنهم اي شيء طبعا انا عرفت كل هالمعلومات من الشوفير الخاص تبع وحيد كيف يعني ما فهمت هربوا سوا ما هون المعضله يا صديقي يعني بالمنطق واحد غني مثل هاد ليش لا يترك كل أملاكه وأمواله لواحدة بده يتركها ويهرب مع عشيقته ما أنا مضطر ما هيك هلأ عايدة خبرت الشرطة أنه هو مفقود وبعد فترة كبرت البوتيك تبعها وكبرت الشغل كتير لحتى صارت اسم كتير كبير بعالم الموضة وهذا كله بين برانتيز من مصاري مين وحيد يا عيني عليك وبعدين قلعت الشوفير المعتر وقلت له بس يرجع معلمك هو بيرجعك الشغل هلا بقيان علينا نلاقي فاتيا وعزة مين عزة؟ عزة عزة رفيقتها لفاتيا وهي اختفت كمان بنفس اليوم اللي اختفوا فيه هلا الشوفير وعدني انه يساعدني لحتى نلاقيهم طيب هو إذا غيروا أساميهم حتى ولا هلا القصة ممكن تاخذ وقت زيادة بس بالأخير رح لاقي لك إياهم بوعدك ماي برادر